اليوم إن شاء الله غنشارك معكم وصفة تركية اللي سميتها كازا دي بيل، دايرة منتشرة هاد الأيام في السوشيال ميديا، وهي عبارة عن تحلية من التحليات. وقلت علاش ما نشاركهاش معكم وندوقوها إن شاء الله جميع، ونشوف واش الكيال ديالها واش يصدق لينا ولا لا. ويلا نبداو. أول حاجة معلقة كبيرة ديال السكر، ومعلقة كبيرة ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال النشا، نشا الذرة، كيس من الفانيلا. انا حيت عندي المقيله غير صغيره، نتوما تقدروا تضاعفوا المقادير. صفار بيضه، معلقه ديال الزبده، وجوج كيسان ديال الحليب. نضيف الكاس الاول نخلط، نضيف الكاس الثاني. صافي كيف ما شفتو، ها هي بعد ما تتضر معانا بحال هكا كتولي القوام ديالها كتعقد. صافي كنحطوها على جنب باش نكملو الوصفة. دابا خديت معلقه ديال السكر كلاصي او سكر بودره، نوزع على المقله. كما شفتوا انا درت معلقه وحده، حيت شفتوا راه دايره غير تقدر دير هاد المقله الصغيره. صافي غنديرها على الشعله تكون مهيبه تتكرمل ليا هاد السكر. ها هو كما شفتوا بدا كيتكرمل. دابا غنضيف عليه معلقه من هذاك الخليط اللي درنا. عرفتي يا البنات واحد الريحه طلعت، واو واعره واعره. دابا غنزل الخليط كامل. نخليها طيب واحد 5 دقائق صافي ندفع عليها. صافي غنطي ندفع عليها دابا وندير في الثلاجه تبرد، تتبرد تماما عاد ان شاء الله نشوفوها كي جات.
المهم البنات ها هي، ولكن ما ديروهاش دابا في الثلاجه، تاخذ الحراره ديال المطبخ، ما تبقاش سخونه بزاف باش ما تخرجش لكم على الثلاجه. ومن غنبغي نقطعها غنقول لكم كيفاش باش ما تخسروش هذا المقله ديالكم. المهم البنات ها هي من بعد ما بردات نحاولوا نقطعوها. انا خدمت غير بهذا الستاتيو هذه، قد كملوا التقطاع. انا تزيان ندير لها شويه ديال الكاوكاو بحال هكا مهرمش، ثم تزينوا بداك الشيء اللي عندكم. دابا غندوز معاكم باش نذوقوها. كما شفتوا راه جات زوينه تبارك الله. دابا غندوقها معاكم ان شاء الله بحول الله، ونشوفوا المذاق ديالها كي داير. هانتوما القوام ديالها عصيره معلك، بسم الله. عصير البنات واعره والله حتى زوينه، غجربوه. بغيتو تجربوها ديروا بحالي انا، غير معلقه معلقه وتجيكم واعره. تحليه مغاير على داكشي اللي مول فين كنديرو. المهم زوينه زوينه بزاف البنات، غير نجربوها ان شاء الله. يلا بالسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده نجربوها حنا وياكم ان شاء الله.